انا بحب اجي البحر يا جماعه عشان بجيب ميه بايديا من على الشط واحطها في الجيوب الانفيه عشان عندي حساسيه في الجيوب الانفيه. فطبعا ميه البحر لما بتخش الجيوب الانفيه بتشفيها على طول. شايفين يا جماعه؟ انا عايز الموج بقى يجي هنا عشان اخد منه شويه ميه. بلبسي كله احسن لقطه وفي عز الشتاء وفي عز البرد والمطر وتنزل تعمل كده على الشط. يلا بقى اهو جيت هنا اهو 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 شايف يا جماعه جماعه. انا كده استكفيت الحمد لله. يا سلام عليكم بقى.